هذا وزارة العدل عند هذا الراية متقلفة، فهمتوا؟ وزير العدل واقف زره ما قد يعدل باطل فقال ذرة شو رعاه، راعوته ورعاه مشي منها خرس رعاه. لا يتصور بعد يا وزير العدل يا السرارقي الأحمر، ها أنت عايز ري لا تبيع الكواغط للناس وتوه، ها تبيعوا الكواغط للناس وتعمروا جيوبكم. يا مرحبا وسهلا بكم الأخوة والأخوات فراد والساقية الحمراء وادي ذهب 1884. هذا وزير العدل واقف قدام الراية متقلفة، منين قلنا له عليه ما تبدل الراية؟ قال عنه ما عنده ما يدير بها ولا هي مهمة عنده. ومنين قلنا له انتم هذا من المال اللي تبيعوا الوثائق للناس؟ كل وثيقة تبيعوها منين تقيس المالية؟ قال تقيس لا جيوبنا. هذا وزارة العدل عند هذا الراية متقلفة، فهمتوا؟ وزير العدل واقف زره ما قد يعدل باطل فقال ذرة شو رعاه، راعوته ورعاه مشي منها خرس رعاه. لا يتصور بعد يا وزير العدل يا السرارقي الأحمر، ها أنت عايز ري لا تبيعوا الكواغط للناس وتوه، ها تبيعوا الكواغط للناس وتعمروا جيوبكم.